خلونا بقى نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة مع الزميلة العزيزة روزان نصر، متواجدة هي حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. روزان صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الفل يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا قبل ما أبدأ كلامي بقول لك الحمد لله على سلامتك يا كريم، ونورت الدنيا من مقر بقى النادي الأهلي فرع الجزيرة، متواجدة معاكم لنقل آخر الأخبار لنقل آخر الأخبار سواء في كرة القدم أو كمان في الألعاب الأخرى. وبعد طبعا عودة بقى بعثة النادي الأهلي لمصر، يعني النهاردة بداية استعداداتهم أكيد لمباراة العودة أمام سيمبا التنزاني، واللي هتكون يوم الثلاث المقبل على استاد القاهرة في إياب طبعا ربع نهائي من بطولة الدوري الإفريقي. كمان هيواصل الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر مارسيل كولر تدريباته النهاردة على ملعب مختار التتش، واللي أكيد يعني كولر كمان هيكون مركز جدا في تدريبات اليوم على جميع النواحي الفنية والبدنية لكل لاعب، بالتحديد كمان يمكن لأنه عقد جلسة مطولة جدا بعد مباراة الذهاب مع الجهاز المعاون لبحث استعدادات طبعا الفريق لمباراة العودة. وشهدت هذه الجلسة دراسة كاملة لإيجابيات وسلبيات المباراة، وده أكيد طبعا للاستعداد لمباراة العودة بشكل جيد جدا. خلينا كمان نطمن المشاهدين والجماهير بعودة علي معلول طبعا بالمشاركة في مباراة العودة، يعني كلنا يمكن تابعنا عدم لحاقه ببعثة الفريق، يعني لعدم طبعا توافر رحلة طيران لتنزانيا بعد العودة من معسكر منتخب بلاد، ولكن هيشارك بشكل طبيعي جدا في مباراة العودة. كمان كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي موقف الثنائي رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم من المشاركة، وقال ان رامي ربيعة حالته جيدة جدا غير مصاب، ولكن الجهاز الفني والطبي بيقرر يعني إراحة محمد عبد المنعم بعد تعرضه لكدمة خلال معسكر منتخب مصر. كمان مارسيل كولر يعني بينتظر الحصول على تقرير طبي بشأن المهاجم مودست، يعني لتحديد كمان يمكن موقفه من المشاركة في مباراة العودة. بشأن بقى المباراة، يعني النادي الأهلي حصل على موافقة شفهية لحضور جماهيري بالساعة الكاملة، والنادي الأهلي بينتظر الخطاب الرسمي من الجهات الأمنية من أجل الإعلان عن ذلك طبعا خلال الساعات القليلة المقبلة. كمان في مجهودات كبيرة جدا خلال الساعات القليلة المقبلة من الجهات الأمنية وإدارة النادي الأهلي من أجل حضور أكبر عدد من الجماهير، وأعلنت يمكن شركة تذكرتي طرح تذاكر المباراة وكتبت عبر حسابها الرسمي فتح باب الحجز المباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي. أعربت الدكتورة دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادتها بالظهور الأول للنادي الأهلي في تاريخ الكرة النسائية المصرية، وده بعد فوزه على مضيفه السكة الحديد بالجولة الافتتاحية بدوري مواليد 2004. وقالت الدكتورة دينا النادي الأهلي يظهر بشكل رسمي لأول مرة ويحقق أول فوز في تاريخه، وأضافت كمان عائلة كرة القدم النسائية تتزايد وفي انتظار باقي الأندية الشعبية. وأخيرا بقى النادي الأهلي عمومي بيفوز على سبورتينج بنتيجة 11-3 ويحصد بطولة كأس مصر لكرة الماء الشاطئية. طبعا دي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة، بشكركم وعودة ليكم مرة تانية. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة روزان نصر على هذه التغطية الوافية كالعادة.